أحب المتابعين، أهلا بيكم. دلوقتي هنقدم لكم طريقة الزيتون المخلل. كل اللي هحتاجه الزيتون حسب الكمية، ملح، فلفل، مية، عصير ليمون، ثوم، فصوص، كرفس، فلفل أخضر حار، عصفور، حبة بركة، زيت. هغسل الزيتون بتاعي وأشقه بالسكينة أو أهرسه بالإيد. بعد كده هخلط عصير الليمون مع العصفور وحبة البركة والملح وأقلب. هضع الخليط ده على الزيتون، بعد كده هضيف الكرفس والثوم والفلفل الحار بعد شقه بالسكينة. هكمل البرطمان مية لغاية ما يغطي الزيتون، بعد كده هضيف على الوش قشر الليمون وزيت واقفله كويس حتى تمام النضج في فترة شهر، شهر ونص تقريبا. يا رب الطريقة تعجبكم.